السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة سي بي 9 مدرجات. لكم اليوم فيديو جديد. اليوم الفيديو اللي هو فيديو الجيف اواي. طبعا الفيديو راح يكون ممكن يكون طويل لاني حاستعرض كل شيء تقريبا بالحساب، حيكون شبه تقييم حساب، وهذا هو حسابي القديم عشان تكونوا بالصورة اللي ما بيعرف. طبعا هاي الجيف اواي راح تكون شكر لكم على دعمكم المستمر اللي على قناتي هي وعلى قناة الانمي، وبصراحة كتير 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 يعني انا بدي اتشكركم، وبدي اتشكر رامي اول شيء لانه هو اللي اعطاني هاي الفرصة. لما اعطاني الاكاونت تبعه صار عندي القدرة اني انا اعمل جيف اواي على الاكاونت تبعي، فشكرا كتير كتير لك يا رامي على الدعم الاسطوري تبعك. طبعا لحتى تشاركوا بالجيف اواي في 3 شروط مثل ما قلت لكم. الشرط الاول هو ان تكونوا مشتركين معي بهي القناه، وتكونوا مشتركين معي بقناه الانمي. للي ما بيعرفون قناه الانمي راح احط الرابط تبعها بمربع الوصف، وراح احطها بالتعليقات، راح اعمل تثبيت بالتعليقات. الشرط الثاني هو ان تكونوا مشتركين معنا بالديسكورد. الديسكورد تبعنا حيكون هو الطريق اللي انا حتواصل معكم فيه مشان اعطيكم الحساب. والشرط الثالث هو ان تكتبوا لي على فيديو الحلقه الاخيره من قاتل الشياطين، الانمي المفضل عندكم بهذا الموسم والحلقه المفضله عندكم بهذا الموسم. طبعا مده الجيف اواي راح تكون اسبوع ان شاء الله الجمعه الجايه بنفس هذا الوقت، راح نزل فيديو اللي هو الاعلان عن الفائز، وان شاء الله لا تاكلوا هم خلال هذا الاسبوع راح ضل عم فوت اعمل الديليز وجمع الجيمات. ومثل ما شايفين انتم الحساب فيه 780 جيم، راح وصلوا للتشامبيون 1 مشان كمان ناخذ ال 60 جيم، اعتقد بيكون صار فيه 900 جيم لانه اساسا في الباقه الشهريه حاليا الحساب. الباقه الشهريه بقى يعني في يمكن 4 ايام يعني 20، ان شاء الله بيكون في 900. فاللي بده ياخذ الحساب اذا بيحب، اذا بده يعمل على فيستيفال جاي او شيء حيكون عنده القدره. طب انا ما حبيت اني خلص الجيمات بصراحه تبعات الاكونت واترك الحساب بدون ولا جيم مشان ما هذا ينزعج اللي بده ياخذ الحساب. وخلونا نبلش بالفيديو. اول شيء البوكس سي سي 7,620,000. طبعا في بعض الشخصيات اللي ناقصيني اللي هن الشخصيات الجديده شوي وشخصيات البي في بي، تقريبا 15 شخصيه ناقصيني من هون. ماجيلدا مو موجودة، وسارييل وهدول جماعة مو موجودين. إذا بدكم على فكرة يعني اللي بياخد الحساب بيقدر على أي بانر جاي يعمل بطلع 3-4 شخصيات، لأنه من هون مثلا 2-3 شخصيات من اللي موجودين بهاي البانر ما عندي يوم، بس أنا ما راح أسحب على هاي البانر بصراحة وأنا ناوي أعمل جيف أواي على الحساب. المهم 7,600,000 عنا، خلينا نشوف 1-2-3 تقريبا 33 يو ار موجودين على الجير. معظم الشخصيات عند ماكس لبس، من اللي مكسلون اللبس تبعهم عندنا مارغريت، عنا ارثر. والله ما بتذكر اذا اشتغلت على لبسه ولا لا، بس اشتريت له اللبس تبعه كله انا بتذكر. بان اعتقد باقي له كم قطعه ممكن اللي هن تبعات الاتاك، مو شغال على يعني مو عامل لهم ماكس ابجريد. تشاندلر ماكس كوزمتكس، هذا تارك له واحده مشان الهوك باس، بتشتريها بالهوك باس. في عنا ريم واميليا ماكس كوزمتيك 66، عنا شو اسمه لولي مارلين 66، مو 66 سوري ماكس كوزمتيكس. في عنا هي طبعا تبعات السترينجر ثينجز كلياتهم ماكس كوزمتيكس. اسولت مليوداس ذا وان ماكس كوزمتيكس. كيو ماكس مع يو ار ماكس. هلا بعد شوي حفوت بالجير، بس عم ورجيكم فقط النظره على الكوزمتيكس. هذا بس الاوتفيتات اللي ماكس كينج ماكس كوزمتيكس. في عنا سارييل وتارميل ولودوسيل 3 ماكس، وهي شو اسمها اليزابيث كمان. بس نظرة ثواني، هلا انتوا عم تشوفوا بس
خلال التقليب اللي هن الشخصيات اللي عندي إلهم كوزميتكس بشكل عام. بعدين اللي بياخذ الحساب بيقدر يتفحص. بس في نقطة كتير مهمة حابب أحكيها. ديث بيرس كله ماكس، زيلدريس ماكس، استروس عنده الكوزمتكس بس ما حمكس له ياهم، ديرييري ماكس عفوا، درول ماكس، توقع هدول اعتقد هدول هن اللي ماكس صح، ريتر مليودس وهاد ثواني هذا نشوف اذا في شي ناقصه، لا كله ماكس، جوثر كمان ماكس، لا والله مو هدول كلهم، انا نسيت انه هدول موجودين تحت بالقائمة، بس بتوقع هلا هذا كله، هدول البان اخذين من البان التاني، صح ديانا التنتين ماكس الصغيرة والكبيرة، صح نسيت هاي النقطة، ديان الجاينت وديمن مليودس، ماترونا مو ماكس بس عنده يو ار، لوز فين طبعا، شخصيات الشياطين كلياتهم موجودين اللي بيطلعوا الشياطين مع الكوزمتكس تبعاتهم، والشخصيات اللي بتعطيك بونس على الشياطين كمان موجودين مع الكوزمتكس تبعاتهم، فاللي يعني اللي بيفرموا الشياطين ما ياكلوا هم الموضوع، اعتقد هيك خالصين يعني، صرنا موصلين عند هداك. هي بالنسبة للكوزمتكس، اما بالنسبة لليو ار عندي تقريبا 10 ستات ممكن ولا شيء، ماكس 100% كله 15ات، عندنا زيلدريس ماكس ماكسد اوت، هي ماكسد اوت 15ات كله ماكس، بتوقع هي ست الاتش بي تبعها مو ماكس بس ست الاتاك تبعها، ماني متاكد 100% اذا الديفنس ماكس ولا لا، الديفنس مو ماكس بس اللي فوق اللي تحت ماكس، في عنا مين كان اعتقد هلا مليودس 100% ماكس، كيو كله 15ات، في عنا ذا وان عنده ستين، الستين 15ات، انا تجيني فتره بصير معي شويه هامرز بصير ما عاد فيني بدي لازم اسويهم 15ات مين في كمان عنا، خلينا نشوف مليودس ست الاتش بي تبعه كله ماكس، وست الاتاك ما بعرف اذا كله ماكس ولا لا، الديفنس يعني ماني متاكد 100% منه، في عنا كمان سارييل 15ات، تارميل اعتقد الديفنس 15ات بس ماني متاكد من الباقي بصراحه كله 15ات، في لانه هدول اللي انا متاكد منهم، اليزابيث كله 15 وكينج عنده ستين يو ار، واحد اتش بي واحد اتاك، واحد اتش بي ديفنس واحد اتاك كريت، الاتش بي ديفنس كله 15ات، الاتاك كريت لسه مو متاكد اذا كله 15ات ولا لا، كله 15ات بس هدول انا حاطهم اوريدي، حاطط له رولين كريت دامج هون ورول كريت دامج هون مشان الدمج مشان الدمج الزياده. ايميليا والله ما بتذكر اذا عملتها 15ات ولا لا بصراحه، اوكي عملت لها الديفنس الاتش بي واحده منهم 15 الباقي تركتهم، بتوقع هدول ان كل ال 15ات اللي عندي، كنت بدي اشتغل على ارثر بصراحه بس قلت لحالي هلا في هامرز لانه لسه في عندي هامرز بالاكونت في 16 مو كثير يعني 16 هامر ما بسوي شيء، هدول بتوقع ان كل الجير اللي عندي 15ات وكل الكوزمتكس، لا صح درول كمان ماكسد اوت كله 15ات، بتوقع هدول هن كل اللي عملوا 15، ممكن ديرييري بس ما بتوقع ديرييري بصراحة، ما بتذكر اني انا عملت له ديرييري جوثر كله 15ات اكيد، جوثر هذا الشيء متأكد منه انا. طيب هاي بالنسبة لليو ار جير، بالنسبة للاكاونت بافس ولا المدري شو، موصل للكونستليشن الرابعة 36%،
فاتح اكثر من واحدة من تبعات ال HP. اللي بدكم اياه تفتحوا انتم اللي بده ياخذ الاكونت. بس حابب نوه على شغله، بتمنى الشخص اللي بياخذ الاكونت ما يكون من نوع الطماع اللي اخذ الاكونت مشان يبيعه، لانه فعلا انا تعبان على الاكونت هذا، وبتمنى ان الشخص اللي بياخده بيستفيد منه، يعني مو ياخده شخص فقط مشان يبيعه ولا مشان شيء. واذا الشخص اللي عم ياخذ اللي ربح الاكونت تبعه كمان قوي، يا ريت يعطيني الاكونت تبعه مشان اقدر اعمل عليه جيف اواي مشان يستفيد شخص تاني من الاكونت هذا. يعني انا مو حابب انه يكون جيف اواي واحده، حابب انه نقدر نعمل سلسله من الجيف اوايات. فاللي بياخذ الاكونت يعطيني الاكونت تبعه مشان اعمل عليه جيف اواي تاني الاسبوع الجاي باذن الله. خلينا نشوف هلا الالت ليفل. عندنا ذا 166 ساريال 66 شو اسمه هذا 66 هذا 66 هاي اعتقد 4 3 او 4 هاي 2 هاي اللي اكثر شيء زعجني بالاكونت بصراحه. هاي 26 عندنا كيو 66 بان 56 سوري السول 10 اللي هو 5 سارييل وتارميل والملائكة كلياتهم 66 كينج القديم 66 عنا ديث بيرس أكيد هدول 66ات هذا 2 وهاد 3 أعتقد هدول 2 2 3 وهذا 4 لا 3 سوري أنا نسيانهم تماما هدول الألت ليفلز. طبعا لوست فين 66 هدول بالنسبة للفستيفالز. ما بعرف اذا في فيستيفال نسيت شيك عليه ولا لا. من ناحية الريليك انا حاطت على لولي مارلين وحاطت على طبعا هدول الاصليين كلياتهم. اعتقد ما في غير لولي مارلين انا عاملها ريليك واحدة بس اللي عاملها ريليك. بس لا تخافوا معي 15 بدون الفري ريليك اللي حناخده من اللعبة. انا ما حابب اعمل ريليك. في الفري ريليك لسه لهلا ما اخدته، فحيكون عندك قدرة انك تعمل 2 ريليك. اللي بياخد الحساب بيقدر يعمل 2 ريليك ينقي اللي بده اياه. وتيم الطير انتوا بقى شوفوا اذا بدكم تعملوا على مجلدة شايفين انه هي بتحتاجوها مشان تعملوا مشان تلعبوا الطير كيفكم فيكم تسحبوا عليها. حيكون في عندك جيمات كافية انك انت تسحب. بالنسبة للموارد في شوي من هون 200 ب 300 ب 150 بكفوا هدول حتى تعملوا شخصيتين على الاقل 90 93 سوبر اويكنينج كوين. في عنا فرايط هدول. بالنسبة لليو ار انجريفينج في 250. في عندي اس اس ار بندنت ممكن مو كتير، ممكن 45 اعتقد كانوا 46 اس اس ار بندنت. بالنسبة للتيكتس في 4 من هاي وفي شوية بطاقات. في هاد ما فتحنا لسه عشان ما تقولوا انه ما فينا نعمل ريليك. بالنسبه للكوين شوب، الكوين شوب اعتقد فقير. في عندي 400 مشان استمنا 180 ب 17 بواحد. فانتوا اللي بياخذ الاكونت ينقي بقى شو بده يعمل، شو بده يشتري، شو بده يساوي. وبالنسبه لل شوفي كمان ثواني انا ما عمل تشيك ان هي جيم زياده. بالنسبة لهي في هي وثواني انا اخذت الثانية ولا لا، لانه انا بالعادة كنت اترك واحدة. اوكي خلينا بس نفتحها لانه هي مسكرة. بي في بي طبيعي تاخذوا هذا، ملعبان الجلد بوس، ملعبان الطير، ملعبان اي بطيخ. وشوفي كمان شغلات ناخذ نظرة عليها. هي شغلة مبسوط عليها، شوفوا الاتشيفمنت 1009 تقريبا كل الاتشيفمنتس اللي سهلين نخلصها. هاي داخل ايه بس وانا عم بفتح السندي. في هون تبعات الالعاب 100 مره والعاب مدري شو هدول مخلصهم. بالنسبه اللي بقيانين هن تبعات البي في بي وفريندز وسبورتنج وكوين دنجن. هدول الشغلات الكرهه يعني، هدول كمان ما فيني اخلصهم لان انا ما بلعب الطير كمان. هدول كلياتهم تقريبا طير وما طير، هاي مستحيل تتخلص. فاللي بياخذ الاكونت زبيد يخلص له اتشيفمنتين منيح، يكون كتير يعني عامل منيح. واعتقد هي خلينا ناخذ نظره بس على الكاردز كمان. 184 كارد. الستات ناقصين كم ست بصراحه،
ناقصني هذا السيت وهذا السيت، هذا السيت الحقير تبع الريد والثاني ناقصين، ناقصني واحدة من هدول وواحدة من هدول، وهذا السيت، هذا السيت جديد، وهذا السيت، هذا السيت اساسا ما بعرف من وين عم يجي الكروت هاي، ما بعرف من وين بتجي. اوكي، وبس هي الشخصيات والستات اللي ناقصين من عندي من الحساب، وبتوقع هاي هي اللفة العجيبة اللي بدنا ناخذها على الاكاونت. طبعا كل الشخصيات عليها جير وشرط يو ار، وبتذكر هون كلياتهم كانوا تبعات الاتش بي، كلياتهم مساويين 5 نجوم. هدول مساويين 5 نجوم مشان البوكس سي سي، وكنت عم اشتغل على هدول مشان نسويهم كلهم 5 نجوم، بس حاليا قلبت على اكاونت تاني، وهدول تقريبا كمان كان باقي لي شوي لحتى اخلصهم كلهم هدول طبعاً. وبس هذا هو الاكاونت. ان شاء الله ان شاء الله خلال اسبوع من هلا رح اعمل الانونسمنت تبع الجيف اواي، رح احاول اني اعمل تشيك ان كل يوم اخلص الديليز مشان ما يروح شيء، وباذن الله بالنسبه لهي احاول اني اخذها مشان الشخص اللي ياخذ الاكونت يكون عنده فرصه انه يعمل تنتين ريليك، وهو بقى ينقي اللي بده اياه. وبتمنى انه اللي ياخذ الاكونت فعلا يستفيد منه قد ما فيه، لانه هذا الاكونت، خليني حتى اكون صادق معكم، يعني الاكونت هذا اذا بدك تبيعه، اذا انا كنت بدي بيعه ممكن يجيب لي 1500 دولار او بيسوى 1500 دولار الى 2000 دولار. بس اول شيء انا مو من النوع اللي بحب بيع الاكاونتات، ثاني شيء هو هذا الاكاونت لولا انتوا عم تدعموني، لولا انتوا عم تتابعوني وعم تشجعوني اني العب اللعبه، فعليا انا كنت تارك الاكاونت، تارك اللعبه من قرن، بس فعليا انا عم بتحفز للعبه بسببكم. واساسا الاكاونت هاد انا اعطاني اياه واحد من متابعيني سابقا، لما انا عملت، اعتقد ان الاكاونت القديم تبعي اعطيته لصاحبي اللي كان عم يلعب اللعبه معي، اعطيته الاكاونت تبعي واخذت الاكاونت هاد، وهذا الاكاونت اكاونت ويل فعليا، 7,600,000 CC، هذا اكاونت ويل. فاول شيء شكرا لك يا فهد على هذا الاكاونت، شكرا لرامي على الاكاونت الجديد اللي اعطاني اياه، وشكرا لكم على الدعم تبعكم، وان شاء الله الله يقدرني على مكافاتكم دائما على دعمكم. وبس اشوفكم على خير بالفيديوهات الجايه. جاني.